بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا ربنا يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، من الجبار القهار. إن نزور الآن بكل أدب وكل تفاعل حميد آية 171 من نفس السورة، سورة البقرة. يقول مولانا فيها: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني هالناس هذوما ما تجم تشبههم إلا كمثل الذي ينعق، معناها يرفع قيرته، ناعق كالغراب مشؤوم في عند عموم الناس، والله أعلم في حقيقته. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني كمثل الحيوانات العجماء البكماء اللا عقل لها عموما، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما يسمع يعني ما هيش أهل أنفسها باش تفهم ماذا قصد من طرف رعيها. احنا الرعاة فما درجات، أعلى درجة هي الرعاة البشرية، هم خير البرية عليهم الصلاة والتسليم. هم يربيهم ربي على الرعي، على حسن الحراسة، حسن التوجيه، حسن الحماية، وهل مجر من الذئاب وما أكثرهم في هذه الديار اللي ديار تونس، اللي هي تهدد تونس، ينقرض ما لا شيء منها كبير، وهو أنها تؤنس. المؤانسة بين حق تونسيين بتونس أصبحت في خطر. ماذا يتوجب عليهم؟ يتوجب عليهم اليقظة وإنذار هؤلاء المفسدين الذين يصطادون في الماء العكر، أننا هنا بالمرصاد كمراقبين، ولزم الأمر نستعمل ما هو شرعي أن نوقف مؤامرتهم التخريبية على هذه الأرض اللي باركها ربي بالإسلام، وفتحت بناس اتبعوا خير الأنام عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان. إذا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. في الشريط الآتي إن شاء الله تعالى نتم هذه الآية الكريمة بفضل الله الكريم.